يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله أعزائي المشاهدين. نرحب بكم مع حلقة متجددة من برنامجكم برنامج وسم، حياكم الله، نسعد بلقائكم. وأسعد أنا أيضا بحواري مع أخوي أبو مطلق، حياك الله أخوي أبو مطلق. الله يحييك يا أبو عبد الله، الله يرضى عليك. اليوم إحنا ودنا نتكلم على موضوع الحياة الدراسية، سواء كان لأبنائنا في المدارس أو أيضا اللي يدرسون في الجامعات والمعاهد المختلفة. فبماذا تود أنك تتحدث في هذا الإطار؟ الله يعزك يا أبو عبد الله. لا شك أن الحديث يعني في موضوع مثل هذا ما شاء الله، يعني موضوع قيم صحيح، وموضوع هادف وموضوع اجتماعي. ومثل ما عودنا يعني إخواننا المشاهدين أن دائما مواضيعنا متنوعة، ما نقف على يعني منطقة معينة، بل ننتقل من مواضيع اجتماعية ثقافية أدبية شعرية واقعية أيضا. فبمثل هذه المواضيع الأمانة دائما نحاول نتكلم عن يعني العناوين الرئيسية، لأنها مواضيع ضخمة صراحة. وحنا يا أبو عبد الله لما نتكلم يعني عن فئة المدارس، يعني هم الجامعة والمعاهد بعد، بس أنا بتكلم عن تحديدا عن المدارس. أي نعم. هم هذا بعد يعني موضوع مهم جدا. فحنا نلاحظ يا أبو عبد الله يعني في المدارس أن بعض يعني أولياء الأمر أو بعض يعني الآباء والأمهات يقعون في تقصير، ويعني يكون غير مقصود عادة هذا التقصير. فيعني سبحان الله نقول حنا دائما ونوصي حتى أنفسنا أن يعني من الصواب ومن الصح ومن الواجب ومن الذوق أنك ترى يعني تحرص على أنك تودي عيالك المدارس. ترى شيء جميل هذا يا أبو عبد الله، للأمانة بدينا صراحة نفتقده ترى. يعني أصبحوا الناس الآن معتمدين في المدارس على السائق في البيت، أو حتى بعد بعضهم يمكن يعتمد على الأمهات أكثر. يعني تجد مثلا الأب دوره ضعيف في هالجانب. طبعا اللي عنده دوام معذور، إحنا ما نقدر نقول شيء، يعني إحنا نراعي كل الظروف، بس نقول صحيح. يعني الواحد يحرص على هذا الجانب، لأن هذا يعني جانب مو سهل. وترى روحتك مع عيالك كل يوم المدرسة، وجيبتهم بعد الظهر من المدرسة، ترى فرصة للحوار، فرصة للحديث، فرصة أنك تسمع لهم. يعني أنت كأب مثلا مشغول وكذا، ترى فرصة الطريقة أكيد أنك بتكون متفرغ لهم، فتسمع يعني حياتهم المدرسية، تسمع يعني أسماء معلمينهم، أسماء يعني الدروس اللي أخذوها اليوم، منو أصدقائهم. فهي فرصة كبيرة صراحة. صحيح. كذلك طال عمرك عندنا بعد جزئية مهمة اللي هي تقع على الأسرة تحديدا. يعني بعض الناس حين أبو عبد الله شو يقولون؟ يقول لك والله يعني الدراسة هذه مو مسؤوليتنا، هذه مسؤولية المدرسة. طيب المدرسة لا شك أن لها يعني مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، لكن هم في جانب ثاني. الآن حتى بعض الدول المتقدمة دراسيا وفي الجانب الدراسي، وأعتقد أن مرة تكلموا عن يعني سنغافورة مثلا كانت متميزة بهذا الجانب. كانت مدارس عندهم يقول حنا كمدارس مسؤولين عن التربية والتعليم، لكن محتاجين من الأسرة ثلاث أشياء. لكن يعني التدريس ما نبي يدرس في البيت نهائيا، لكن محتاجين ثلاث نقاط رئيسية: محتاجين ترفيه جيد، محتاجين غذاء جيد، محتاجين نوم جيد. الله الله، شوف شوف الكلام. يعني فعلا ترى بعض الأسر يعتقد أن والله الدراسة هذه مو مسؤوليتنا، المدرسة هي تقوم بهالمسؤولية. لا، يعني أنت عندك بعد جانب ثاني. إحنا ما نقول درس علم الحروف وعلم يعني التعبير وعلم القراءة والكتابة، إحنا نقول أنت بعد عندك حمل ثاني يعني عشان تعين المدرسة. صح ولا لا؟ صحيح. لما الولد ينام بوقت مبكر، لما الولد يقوم يعني الصبح بدري ويفطر مع يعني العائلة والأسرة، لما الأب يتريق مع عيال الصبح ويسولف معاهم. صح ولا لا؟ صحيح. بوجه مبتسم، يعني ما هو متجهم، يقولهم ترى المدرسة يعني هي رأس المال وهي مصلحتكم، الواحد يحرص كذا، يعني يصير في لقاء حتى يعني قبل الريوق الصبح. شيء جميل ترى، مطلوب، جميل جدا. يعني بعض الناس فعلا فرط في هالجانب، أو حتى جانب الترفيه للطفل. لما طلعه وغير يعني معاه جو، هذه بعد تصير دعم له نفسي وتعينه حتى على الدراسة. النوم الجيد، يعني احنا اليوم نلاحظ بعد أبو عبد الله في ظاهرة يعني موجودة، وأكيد إخواننا يعني المشاهدين مطلعين على هالجانب. يعني لاحظ صراحة يعني السهر صاير شكل مو طبيعي. يعني والله حنا أذكر أيامنا قبل، مع أن حنا ما إحنا شياب يعني، لكن جيلنا قبل أذكر يعني كانت الساعة 12 هذه يعني خلاص، يعني هذه نهاية اليوم. الآن في بعض الطلبة قاعد يجي المدرسة سهران. صحيح. شيء غريب هذا صراحة في مراحل، يعني إحنا ما نقول جامعات ومعاهد، يعني رجل مسؤول أو بنت مسؤولة عن تصرفاتها، يعني أطفال صغار يعني بالابتدائية المتوسطة يجيك سهران تعبان، هذا وين يستوعب، وين يسمع، وين حتى تكون أعصابه مشدودة وتلفانة. أيوة. ويكون عصبي ويكون. فهذا النقطة صراحة وهذا الجانب مهم يعني التركيز عليه. عندنا طال عمرك بعد نقطة مهمة جدا، ودائما حنا أبو عبد الله نحب نتكلم عن الواقع. نلاحظ في مشكلة لما ودي عين المدارس، دائما نلاحظ أن في ناس يا أبو عبد الله ما يراعون يعني الوقوف بالسيارة. يعني بعض الناس ممكن يوقف بأي مكان ويعطل الشارع كله عشان مثلا ينزل عياله. صحيح. يعني أنت جزاك الله خير، حتى لو توقف بعيد في مواقف المدارس، فيها مواقف
وقف شوي بعيد ونزل عيالك بهدوء وبسلامة. يعني لا تنزلهم والله بطرف الشارع وتوقف الشارع عشان عيالك يكون ينزلون مكان قريب وتعطل الشارع تسبب مشاكل للناس. صح ولا لا؟ صحيح. قد تقع حتى فيها حوادث، تقع فيها مشاكل. نلاحظ أيضا من المشاكل الواقعية اللي قاعد نعيشها اللي هي طال عمرك إزعاج البيوت القريبة من المدارس. يعني بعض الناس هم ما يراعي خصوصية هذه البيوت، يعني تلقى ممكن يركن السيارة عندهم، يصفط السيارة وقت طويل. صحيح. والله نازل في اجتماع ولي أمور، نازل بس المدرس عن ولدي نازل. طيب البيت هذا يعني في ناس بعد عندها التزامات وعندها روحة وجية وعندها، يعني من الخطأ أني أنا والله أنزل وصفط عندهم وما أراعي يعني هالخصوصية هذه. صح ولا لا؟ فحنا نلاحظ بعد أبو عبد الله يعني أن الناس يعني مع يعني المدارس وحياة المدارس والجامعات والمعاهد يعني دائما سبحان الله تكون في البدايات تكون لها بهجة وتكون لها فرحة. فحنا الأمانة ما ودنا نكثر الله يرضى يعني النصائح. أي والله، لكن هي رسالة نقدمها لأنفسنا قبل نقدم لأخواننا مشاهدين. أحسنت والله، توجيهات قيمة وجميلة ومفيدة وجاءت في وقتها الآن، يعني اللي تتزامن مع الحياة الدراسية. نعم. الآن بارك الله فيك أخوي أبو مطلق، نتابع الحديث معك إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل. الأخوة المشاهدين نحييكم من جديد في برنامجكم برنامج وسم، وما زال الحديث مستمر مع أخوي أبو عبد الله بعد الفاصل عن الحديث عن الحياة الدراسية سواء في الجامعات أو المعاهد أو حتى المدارس. وطبعا هي عبارة عن رسائل يعني بسيطة أبو عبد الله، رسائل بسيطة يعني نقدمها لكم ويشهد الله نقدمها لنفسنا قبلكم، وهي عبارة عن رسائل مغلفة بالورد والمحبة لأبنائنا يعني الطلبة والأسر والأهالي، وحنا يعني في حاجة صراحة وتتوق مسامعنا لحديث أبو عبد الله، لأن أبو عبد الله دائما صراحة مبدع وحنا نتعلم منه شيء كثير. هذا الله يعزك يا أبو عبد الله. أول شيء أنا أشكرك أخوي أبو مطلق على العناصر اللي ذكرتها أنت في البداية، لأنها أيضا هي مهمة لكي يستحضرها أولياء الأمور أو الإدارات المدرسية أو القائمين على الجامعات. نعم. استحضار مثل هذه المعارف والمعاني. أضيف عليها بعض الأفكار ومن واقع تجربة، من واقع تجربة أنا وياك طبعا كأولياء أمور. نعم. عندنا أبنائنا موجودين في المدارس. صح. نعرف معاناتهم ونعرف معاناتنا احنا، وأيضا كمجربين في التعليم. نعم. صح. يعني أنا أتكلم عن نفسي مثلا، أنا جربت التعليم وأشرفت على يعني بعض الأجهزة في التعليم. نعم. وشاركت في موضوع التدريب ونقل الخبرات والتجارب، فبالتالي يعني ايضا عندي فكره حول هذا الموضوع. يعني تعايشت معه. نعم. اولا انا اتصور بان هناك مجموعه من القيم الرئيسيه المركزيه الكبرى اللي المفروض تكون نغرسها في الابناء والطلبه والتلاميذ. هذه العناصر الاربعه، اولها طلب العلم، هذه أول قضية، أبرز قضية اللي المفروض تستحوذ على اهتمام الإدارة المدرسية، وزارة التربية لما تحط المناهج، المعلم، المتعلم، هذه القضية الرئيسية رقم واحد التي لا ينازعها شيء ولا يتقدم عليها أي شيء، وهي مسألة طلب العلم. الله. للوظيفة، للحياة، لفهم طبيعة الحياة، لاحتياجه للتعليم، القضية الأولى هي أنه يطلب العلم. المسألة الثانية، أبنائنا لما يقعدون في هذه المدارس وهم يقعدون كم ساعة؟ 7 ساعات تقريبا. نعم. تقريبا 7 ساعات بشكل يومي خلال 3 أشهر و3 أشهر أخرى، يعني 6 أشهر عام دراسي، ويمكن تزيد أحيانا نص شهر، خلينا نقول 7 أشهر تقريبا. إذا في الأنظمة الحديثة راح يأخذ فصل صيفي مثلا، أيضا زيد عليها شهر أو شهرين أو شهر ونص. صحيح. فراح تصير يعني فترة حياتية، فترة من حياته. إذا قلنا أن الحياة المدرسية الأولى الأولية هي عبارة عن 12 عام زين، فإذا حياة هذه. أي والله. فإذا هذه الحياة يستطيع من خلالها أن يبني علاقات اجتماعية متوافقة. الله. لأنه راح يحتك بإدارة مدرسية، وراح يحتك بمعلم أو عدد من المعلمين، راح يحتك بزملاء، فبالتالي لابد أنه يبني علاقات اجتماعية متوافقة. صح. يتعلم في البداية يمكن يكون معارف، لكن مع الحياة يعرف كيف يتكلم، يعرف كيف يتحاور، ينتقل عبارات، يصير عنده مزاج اجتماعي يتعلم.
هذه القضية الثانية. القضية الثالثة، أبنائنا هذول عبارة عن طاقات، شعلة من الطاقات، طاقة هائلة. لكن العديد من أبنائنا عبارة عن طاقات مهدرة. من خلال المدرسة نستطيع أن احنا نوظف هذه المهارات والطاقات. المدرسة مجال شاسع كبير، نطلع منهم المتحدث، نطلع منهم صاحب الصوت الجميل، نطلع منهم الرسام، نطلع منهم الرياضي الماهر. المدرسة نستطيع أن احنا نستلهم هذه الطاقات. القضية الأخرى الرابعة وهي أيضا مركزية، هي وزارة، الوزارة أصلا بكبرها اسمها وزارة التربية والتعليم، التربية مقدمة على التعليم. فالمفروض ابننا لما يدخل إلى المدرسة عنده احتياجات تربوية، الأسرة توفر له جزء من هذه الاحتياجات، ليست كل الاحتياجات، لأنه راح يقعد فترة طويلة في المدرسة، فبالتالي هو مع من يحتك، من هو المشرف التربوي، المرشد إذا كان في هناك مرشد تربوي، إيش قاعدين يقومون فيه هؤلاء، يعني كل هذه الهيئات التربوية، الموجهين، هناك موجهين، بيئة متكاملة، بيئة متكاملة. فالمفروض إن ما يجينا مكتسب عادات سيئة، المفروض أن تكون محضن تربوي يغذيه باحتياجاته التربوية. فإذا هذه أربع قضايا مركزية، وهي مسألة طلب العلم، بناء علاقات اجتماعية متوافقة، تنمية المهارات والمواهب، التربية أن تكون بيئة تربوية. هناك مسألة أخرى، المدارس تتفاوت، صح ولا لا؟ أكيد. يعني تلقى في مدرسة ممتازة تتطلع أنك تتشرف أنك أنت تدخل ولدك فيها، صح ولا لا؟ صحيح. وفي مدارس تأنف منها، تقول لا ندش ولدي ضاع، وهذا واقع. واقع زين. ما السبب الذي جعل هذه المدرسة أنت تتطلع أنك تدخل ولدك فيها والمدرسة الأخرى لا تتمنى أن ولدك يدرس فيها؟ السبب رئيسي واحد، هناك أسباب لكن السبب الرئيسي واحد، وهو وجود إدارة مدرسية. في إدارة مدرسية هي التي وفرت هذا الجو، وظفت الطاقات، كافأت المحسن وعاقبت المسيء، عندها متابعة حثيثة لكل جزئية في المدرسة تتعلق في البناء الدراسي والمناهج وإلى آخره. الحقيقة يعني الموضوع واسع يطول وكبير ويطول، وهناك هموم وهواجس عندنا. أكيد. لكن يعني نكتفي بهذا القدر. الله يعزك يا أبو عبد الله. لا شك الموضوع فعلا يعني أكبر وأوسع من الكلام اللي ذكرنا، لكن حنا الحمد لله يعني قدرنا إن شاء الله نحتوي قدر الإمكان. صحيح. وبإذن الله إن شاء الله نلتقي مع أخواننا المشاهدين إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.